إنه قرع طبول انطلاق أحد أشهر وأقدم الكرنفالات في العالم، كرنفال البندقية الإيطالي، الذي يجذب سنوياً آلاف الأشخاص من إيطاليين وسياح على مدى 17 يوماً. وها هي الشابة الإيطالية جوليا، حاملة لقب ملكة جمال الكرنفال ومجسدة شخصية الملاك، تهبط من برج كاتدرائية القديس مارك في المدينة وتعطي إشارة انطلاق المهرجان. الكرنفال هذا يعود تاريخه إلى عام 1296، وقد أراد منظموه الأوائل القضاء على المظهر الطبقي في المدينة، فيعمد السكان إلى إخفاء هوياتهم الحقيقية خلال الكرنفال بارتداء الأقنعة المزركشة التي تتيح لهم حرية التصرف من دون قيود طبقية. وتتضمن احتفالات المدينة استعراضات بالأزياء التقليدية والأقنعة المزينة في الساحات وعلى متن المراكب الصغيرة، إضافة إلى تنظيم حفلات في قصور المدينة القديمة.